قضية غادي ترول لكم الدماغ ديال بصح. قاتل متسلسل رون مدينة الدار البيضاء في أواخر التسعينات، حمق البوليس وما شدوه حتى شحفهم بالمزيان. أثناء التحقيق معاه لصق الجرائم المنسوبة له كلها في الجنون. أيه في الجنون، نعم سيدي، هما اللي فعلوه هما اللي تركوا، أنا غير عبد مأمور. شنو قصة هاد القضية؟ وشنو هما الأسباب ديال هاد الجرائم؟ واش مشكل عائلي او لا شي حق الدفين، او لا يقدر يكون مخاصمه على شي فلوس؟ نسوا عليا هاد الاسباب كلها اللي ذكرتها، لان السبب الحقيقي بعيد عليهم كل البعد وما غاديش يطيح لكم على البال. ما نطولش عليكم ونبداو تفاصيل قضيه حميده الرباج. الاحداث ديال هاد القضيه غادي يسافروا بينا لمدينه الدار البيضاء بتاريخ 6 في شهر 2 سنة 1998. البوليس كيوصلهم خبر ديال عثور المواطنين على جثة ديال راجل في الأربعينات مقتول ومرمي في واحد المزبلة أعزكم الله، ومن خلال الجثة كيبان على أن السيد ساعات قليلة باش تقتل. البوليس من بعد ما كيوصلهم هاد الخبار في البلاصة كينتقلوا العين المكان، ومباشرة من بعدها كيبداو في الإجراءات الأولية من تصوير الجثة، مسرح الجريمة، جمع الأدلة إلى آخره. وهنا شي أفراد من البوليس بدأوا كيديو يجيبوا في الهضرة مع الناس اللي كانوا حاضرين تما، وعرفوا منهم بأن الضحية سميتو عبد الجليل، مزوج وعنده 4 ديال الوليدات، ساكن في كريان قريب من تما، وخدام رباج كيقيل نهار كامل هو كيجمع بعض الأنواع ديال النفايات اللي كيتم إعادة تدوير ديالها وكيبيعهم بمقابل مادي بسيط، وبهاد الطريقة باش كيقدر يوفر المصروف لدارو ولوليداته. وأهم حاجة في هاد الشي هو أنه كان معروف عليه داخل سوق راسو، ما عنده معه مشاكل، ما عنده أعداء، إنسان اللي مسالم وعيبه بعيد. الملاحظات الأولية ديال البوليس كتقول بأن السيد كان طايح على كرشو وفيه ضربة واحدة ديال الموس واللي كانت في جهة العنق ديالو من اللور، وباين أن الموس كان مضي مزيان لأن حتى من العظام كان مفصول، وهاد الشيء كامل بضربه واحده واللي باينه ديال الغدر. وزيد على هاد الشيء الجثه ما فيهاش الاثر ديال التعنيف، زعما لو افترضنا انه كان مقاتل مع شي حد او شي حاجه من هاد القبيل. ضربه واحده فقط هي اللي كاينه، واللي ضربو عارف راسو مزيان اش كيدير وكان ناوي يصفيها له في مره. قلبوا المحققين مزيان في مسرح الجريمه على اي حاجه تقدر تفيدهم في البحث، من بصمات، سلاح اللي تنفذت به الجريمه، اي حاجه، لكن مع الاسف ما كيلقاو والو. والغريب في الامر ان حتى نظريه القتل من اجل السرقه ما كانتش درجه، بحيث ان الحوايج ديال السيد ما مقلبينش نهائيا. وزيد على هذا الشيء البوليس لقاو معاه بسطامو واللي كانت فيه شي بركه ديال الفلوس، اما بالنسبه للتليفون فاصلا ما كانش عنده. وهذا الشيء خلى المحققين يتاكدوا من ان الشخص اللي صفها له 100% عنده معاه عداوه او مشاكل. المهم البوليس كانوا باقيين مستمرين في البحث ديالهم، والتحذيات اللي بطبيعة الحال تبداو مباشرة من بعد ما تلقات الجثة. وبما أنه ما كاين حتى شي راس خيط اللي يتبعوه من خلاله يوصلوا للمجرم، فكيقرروا المحققين أنهم يبداو التحقيق مع العائلة ديالو المقربة، صحابو، على وعسى يوصلوا لشي نتيجة. تم الاستدعاء ديال مرتو، والديه، خوتو، وحتى من نسابو جابوهم، لكن كلهم ومن خلال التحقيق معاهم كيأكدوا على أن عبد جليل ما عنده مشاكل مع حد، إنسان اللي مسالم وداخل سوق راسه. وحتى من مرته واللي من المفروض تكون عارفة عليه كل شيء أكدت أن رجلها ما عنده العداوة مع حد، وصحابه كذلك ومثال كيأكدوا نفس الهضرة. وهذا الشيء اللي كان غادي يحمق البوليس، إذا كان هذا اللي قتل عبد الجليل ما رافد ليه ضغينة، شنو هو الدافع الحقيقي ديال القتل؟ وشكون هو أصلا هذا المجرم؟ البوليس هنا كيلقاو راسهم كيدوروا في حلقة فارغة، ونفس الأقوال كتتكرر، وهذا التحقيق ما جاب حتى شي نتيجة، وبقى الملف ديال عبد الجليل مفتوح في انتظار أنه يبان شي جديد في القضية اللي يفيدهم. دازت أيام طويلة بلا حتى شي جديد، حنا دابا في شهر 7 من نفس السنة، وللأمانة ما تذكرش النهار بالضبط. المهم واحد النهار في هذا الشهر هذا وصافي، ونيت في مدينة الدار البيضاء، غادي يتم العثور على الجثة ديال راجل تكون عنده 65 عام، مطيح في الأرض على كرشو كله دمايات. الناس من بعد ما كيشوفوه حتى شي واحد ما كيقدر يقرب منه، وكان باين بأن السيد صافي ودع. شي وحدين من هاد الناس كيتوجهوا لأقرب مقر ديال الشرطة وكيعلموهم بهاد الأحداث،
البوليس هنا بطبيعة الحال في البلاصة كينتقلوا العين للمكان، ومباشرة من بعدها كيتم التعرف على الهوية ديال الضحية. بحكم أنهم غادي يلقاو ولاد وعائلته، ساقوا الخبار وحتى هما جاو باش يتأكدوا من هاد الشيء. وطبعا في إمكانكم تخيلوا حالتهم كيف غادي تكون. السيد خرج غير يصلي الفجر، فإذا به مطيح في الأرض بفعل فاعل ومول الأمانة دأمانته. البوليس كيبعدوا العائلة ديال الضحية من مسرح الجريمة، وكيبداو في الإجراءات الأولية ديالهم من تصوير مسرح الجريمة، جمع الأدلة إلى آخره. الضحية تلقى طايح على كرشو، وبحكم أنه كان بزاف ديال الدم حداه، فالناس ما قدروش يحددوا فين مضروب بالضبط. لكن من بعد ما كيجيو المختصين كيتفاجئوا بأن السيد مضروب بنفس الطريقة اللي مات فيها عبد الجليل هذه 5 شهور، واللي القضية ديالو لحد الآن باقي مفتوحة. ومن الضربة ديال الموس بين أنه كبير ومضي مزيان، بحكم أنه احتمل العظام ديال العمود الفقري مقسوم على جوج. زيد على هاد الشيء السيد ما فيش الاثار ديال التعنيف، ضربه وحده اللي كاينه في الجسد ديالو كله، وباين انها جاتو على غفله. وما عرفوش واش هاد الشيء وقع بسبب السرقه او لا، لان مراته اكدت انه ما خرجش معاه الفلوس اصلا. ومن ناحيه اخرى السيد حوايجه كانوا مقادين، يعني ما باينش ان شي حد كان كيقلب في جيوبه على الفلوس او شي حاجه من هاد القبيل. المهم تم تصوير مسرح الجريمه، واخدوا البصمات اللي تلقاو على الضحية، ومن بعدها مباشرة تم نقل الجثة لمستودع الأموات، طبعا في انتظار تشريح الطب الشرعي اللي غادي يدقق لنا أكثر في الأسباب ديال الوفاة. ومن بعدها المحققين كيبداو يستجوبوا العائلة ديالو واحد بواحد، واللي كلهم تطبقوا في الأقوال. قالوا بأن الأب ديالهم واحد الراجل اللي متقي الله، من الجامع للدار ومن الدار للجامع، ما عنده أعداء، ما عنده مشاكل مع حد، وهذا الشيء بالشهادة ديال الجيران والعائلة. وفي الوقيتة اللي تقتل فيها كان غادي باش يصلي الفجر في الجامع، ناض كيف العادة، توضى ولبس عليه الفوقية ديالو، ما هز معاه لا فلوس لا والو، حيت السيد غادي غير يصلي في الجامع اللي قريب لدارهم، ومن بعدها غير رجع لدارو يكمل نعاسه. هاد العائلة كانوا عايشين في واحد الدار على قد الحال في الكريان، وباش تمشي للجامع خاصك ضروري تدوز على هذيك المزبله اللي تلقى مقتول قدامها. وقالوا بانه في هذيك الوقيته الحومه كتكون خاويه بزاف، وقلالين الناس اللي كيمشيو يصليو في الجامع، واللي من المفروض يكونوا حتى هما كانوا ماشيين للجامع وشافوا شكون نفذ هذه الجريمه. المحققين هنا كيستدعيو كاع دوك الرجال اللي صلاو الفجر في هذاك النهار، وحتى من الفقيه كيستدعيوه، لكن من بعد ما كيتم التحقيق معاهم ما كيقدروا يتوصلوا لحتى شي نتيجه، وحتى شي واحد فيهم ما شاف او لمح القاتل اللي نفذ هذه الجريمه، وكلهم شاهدين بانهم كاملين صلوا في الجامع، وحتى شي واحد فيهم ما كان فيه الاثار ديال الدم او الارتباك، او من الاساس عنده مشكل مع الحاج. واصلا هما اللي اكتشفوا الجثة ديالو من بعد صلاه الفجر، وهما اللي عيطوا على البوليس. زيد على هذا الشيء مرته اكدت ان الحاج فاق معطل في هذاك النهار، ومشى للجامع زربان، وكان الفقيه قام الصلاه والناس بداو كيصليو، يعني هو كان اخر واحد. وبذلك كتكون هذه ثاني قضيه كتسجل ضد مجهول، مجهول اللي 100% غادي يكون هو نفس الشخص، لان الظروف اللي تنفذت فيها هذه الجريمه، طريقه، سلاح، بلاصه الضربه والعمق ديالها، خلاو المحققين يتاكدوا ان المجرم هو نفس الشخص، لأنه من المستحيل يكون شخص آخر ونفذها بنفس الطريقة بتفاصيلها. زيد على هاد الشيء الجريمة الأولى وحتى الثانية نفذوا في نفس المحيط نوعا ما، ما بعدش بزاف على بعضياتهم، وهاد الشيء غادي يخلي البوليس يتأكدوا نوعا ما أن الجاني غادي يكون عايش وسط هاد الناس في أحد هاد الكريانات، وماشي بعيد يكون كان حاضر بين الناس في الوقيتة اللي كانوا فيها كيتحراو وكيجمعوا الأدلة ويعاينوا الجثة. ولاو خايفين بزاف لهذا الشيء ما يوقفش على هذا الحد، وتزاد ضحيه اخرى في هذه الليستة اللي كلها منسوبه لشخص مجهول الهويه. والسبب ديال هذا الشيء لحد الان ما عارفينوش، واش شي حد كينتقم ولا شي حقد عائلي هذا، ولا مشكل في الخدمه. افكار كتجي وتمشي ونظريات كتخطر على بال المحققين، لكن بدون اي نتيجه. دازت مده بلا حتى شي جديد في القضيه، ومن بعد شهر واحد فقط وفي نفس الكريان مع جوايه 6 ديال الصباح، واحد السيد غنسميوه عزيز في العمر ديالو 68 عام، كيبيع البيض البلدي والرومي في واحد الكروسه في السويقه. كان كيخرج كل نهار على الصباح، كيوقف الكروسه قدام الباب ديال دارو، كيصرجيها بالبيض، ومن بعدها كيمشي للسوق كيبيع لي قسم الله، ومن ورا صلاه الظهر كيرجع في حالته لدارو يتغدى ويرتاح ليه شويه، ومن ورا العصر
كيخرج يجلس مع صاحبه من الحانوت ديال الدرب ومع شي رجال اخرين يجمعوا ويقشبوا بيناتهم، وهذا كان هو الروتين اليومي ديالو. فهاد النهار فاق سي عزيز عادي فسخ الكروسه اللي كانت مربوطه مع السرجم ديال دارو ودار فيها واحد الكميه ديال التبن باش البيض ما يتهرش ليه، وبدا كيخرج السلعه من الدار بشويه عليه وهو مستمتع بخدمته. ومن بعد ما كمل بدا كيستف البيض البلدي بوحده والرومي بوحده. وفي هاد الاثناء ولده الكبير عاد غادي يدخل للدار حيت كان حضر في واحد العرس ديال صاحبه، سلم على باه ودخل باش ينعس. ومع كيدخل للتواليت اعزكم الله كيسمع شي حركه ماشي طبيعيه على برا وشي كتله ثقيله طاحت في الارض وصوت ديال التخرخير فحال داك الصوت اللي كيديروا الحولي قبل ما يموت. خرج من التواليت كيجري وتوجه للزنقه وهو كيعيط على باه، لكن هاد الاخير ما كيجاوبوش. خرج كيجري ودار جهه اليمن وهو يلمح واحد السيد كان كيعرفو ساكن غير في السيكتور ديالهم. هاد السيد كان غادي كيجري بالحس ودار مع الحومه وما بقاش باين. هنا الولد معاه كيدور لجهه اليسار كيلمح الاب ديالو طايح في الارض وكله دمايات ما فهم والو. يلا خلاه واقف خدام صحه سلام حتى كيلقاه جثه هامده في الارض. طبعا هنا الولد صدم وبدا كيحاول يفيق في باه وكيغوت بطريقه هستيريه. الام ديالو وخوتو والجيران كلشي غينوض مفزوع يشوف شنو واقع. المهم الروينه غتنوض في الحومه، وطبعا هنا المقدم ديال الحومه غيتدخل وفي البلاصه توجه لعند البوليس وعلمهم بهاد الفاجعه. وهنا البوليس بطبيعه الحال كينتقدوا العين المكان وكيبداو في الاجراءات الاوليه ديالهم من تصوير الجثه جمع الادله الشهود اي حاجه تقدر تفيدهم في البحث. والصدمه كانت قويه عليهم فاش تاكدوا ان طريقه القتل هي نفسها اللي تقتل بها الضحيه الاول عبد الجليل والضحيه الثاني الحاج. زيد على هادشي الجريمه دائما ما كتوقع في نفس المحيط، المجرم معجاز وما كيبعدش بزاف كيدور في نفس البلاصه ويمكن يكون تامن ولا مرتاح وحس انهم ما غاديش يقدروا يشدوه وتيقنوا انهم ماشي امام مجرم عادي وانما كيتواجهوا مع قاتل متسلسل اللي 100% اذا ما شدوهش دابا غادي تزادوا ضحايا اخرين في الملف ديال هاد القضيه. داكشي علاش غادي يضاعفوا الجهود ديالهم باش يشدوه في اسرع وقت ممكن. واللي زاد عطاهم امل في هادشي هما الاقوال ديال ولد السي عزيز اللي اكد ليهم انه شاف واحد الراجل ساكن نيت في هذاك الكريان كيجري في الراس ديال الحومه، لكن هو فاش شاف باه كله دم ما قدرش يتبعو ويشدو ومع الصدمه ديال داكشي اللي وقع تلها مع باه سولوه واش هذاك الشخص عنده معهم شي عداوه ولا مشاكل شي دافع اللي خلاه يدير هادشي في باه، لكن الجواب كان النفي. السيد ما بينو بينهم غير الخير والاحسان واصلا ما كتجمعوا معهم حتى علاقه، بعيد عليهم كل البعد وغير هو كيعرفو من بعيد وما عمر ما طرا بيناتهم شي مشكل. المهم من بعد هادشي كيتم نقل الجثه لمستودع الاموات في انتظار تشريح طب شرعي، ومباشره من بعدها البوليس غادي يبداو يقلبوا على السيد اللي نعتوا ليهم ولد الضحيه. ما كانش عارف الدار فين ساكن بالضبط، ولكن بالمساعده ديال بعض الجيران والمقدم ديال الحومه قدروا يوصلوا للبيت اللي كاريه. هاد السيد كانوا كيعيطوا عليه حميده، واش سميتو الحقيقيه او غير لقب هادشي اللي غادي نعرفوه من بعد. كان عايش بوحده ما معاه لا مرا لا ولاد ولا حتى عائله. حسب الناس اللي كانوا طايرين به من جيران ام البيت فين كاري كيقولوا ان السيد عيبو بعيد ودائما ما تلقاه جالس بوحده، ما كيعمر مع ناس ما كيجلس في قهاوي، من الخدمه للدار ومن الدار للخدمه ودائما غابر قليل فين كيعمر في الحومه. خدام رباج كيجمع الخبز الكارم الحديد المهم اي حاجه يقدر يعاود فيها البيع باش يقدر يعيش ويخلص الكرة. كيقيل نهار كامل كيدور في المزبلات حاشا وجهكم، ومن بعد ما كيسالي كيمشي يبيع داكشي اللي جمع وديركت لدارو. ماشي من النوع اللي كيقصر مع الصحاب او يبات عند شي حد، وهذا الشيء بالشهاده ديال مول الدار فين كاري. واللي كيزيد وكيقول كذلك ان حميده غالبا في هاد الوقيته ما كيكونش في الدار وانما كيكون خدام وما كيرجع للدار حتى الجوايه تسعد او العشرة ديال الليل، وبلي عائلته ما عايشينش في المدينه. كان كيمشي يزورهم من العيد للعيد في دوار نواحي مدينه الدار البيضاء سميتو دوار لوزازنا. المهم البوليس من بعد ما كياخذوا الاقوال ديال الجيران ومول الدار كيقربوا للبيت فين كاري حميده وكيبداو يدقوا في الباب على وعسى يكون السيد تما ويحل لهم الباب، لكن كيعياو ما يدقوا بدون جواب. المهم انتشروا البوليس في الكريان كيقلبوا على حميده فين ما كانت شي مزبله اعزكم الله مشاو وفلوها على الله يلقاوه تما، لكن ما كيلقاوهش بصفه نهائيه.
غادي يدوز هاد النهار كله بلا ما يبان حتى شي اثر على حميده، فحال الا قلتي تحلات الارض وبلعاتو. بعض الاعضاء من البوليس قيلوا نهار كامل واقفين وحادين قدام الباب ديال دارو، لكن السيد ما بانش بصفه نهائيه. مشاو للبلاصه فين كيخدم وحتى عند الناس اللي كيبيع ليهم، ولحد الان السيد ما كاينش. اذا هنا الشكوك كلها زادت توجهات ناحيته. شنو كان كيدير في الحومه اللي تقتل فيها عزيز مول البيض؟ ولنفترض انه شاف الجريمه، من المفروض يغوت يجمع الناس يحاول ينقذ الضحيه، ماشي يجري فحال الا هربان من شي حاجه. زيد على هادشي الاختفاء ديالو الغير مبرر من بعد ما تكشفت الجريمه، هادشي كله غادي يزيد ياكد نظريات انه هو القاتل المتسلسل. ولهذه الاسباب النيابه العامه غادي تعطي امر بالتفتيش ديال البيت ديالو. كيتوجهوا البوليس للبيت ديال حميده، كيهرسوا القفل وكيدخلوا للبيت كيقلبوه سفاه على علاه، لكن ما كيلقاو حتى شي حاجه مثيره للاهتمام ما عدا واحد الليقات ديال الجلد كانوا مقطعين وبين انه كان كيستعملهم في الخدمه ديالو. احتفظوا بهم، الاسباب غادي نعرفوها من بعد. المهم من بعد هادشي البوليس غادي يتوجهوا للدوار لوزازنا باش يسولوا عليه تما ويشوفوا واش يقدر يكون سافر لعند العائله ديالو او لا. انتقلوا بعض العناصر لهذاك الدوار وبداو كيسولوا الناس عليه وكيعطوهم المواصفات ديالو بانه غادي يكون رجع للدوار غير هاد اليومين اللي فاتوا. هنا شي جارات غادي نعتوا للبوليس الدار ديال والدين حميده. البوليس مع غادي يوصلوا قدام الباب ديال الدار وغادي يبداو يدقوا في الباب، غادي يفتح لهم واحد السيد تكون عنده داك 38 حتى 40 عام. السلام عليكم. وعليكم السلام. واش هادي دار حميده؟ ايها سيدي هي هادي، ولكن حميده خرج عاد دابا شويه، ما غاديش يتعطل شويه ويرجع، شنو بغيتو منه؟ يلا جاو البوليس يردوا عليه حتى كتخرج مرا تكون عندها ديك 60 عام وهي كتعيط عليه. حميده وحميده شكون كيدق في الباب؟ وفي هاد اللحظه بالضبط السيد غادي يدفع واحد البوليسي اللي كان قبلته وغيحاول انه يهرب، لكن ما غاديش يحرفوا الحظ وكلهم غادي يتحاموا عليه وغيشدوه في البلاصه، وحتى شي واحد ما فاهم او عارف علاش البوليس غادي يشدو خوهم حميده. ايها سيادنا، داك السيد اللي فتح الباب كان هو صاحب دعوتهم حميده، وبما انه حاول يخفي الهويه ديالو فورا الامور زادت وضحات اكثر واكثر. دابا من بعد ما البوليس كيلقيو عليه القبض في البلاصه كينتقلوا لمدينه الدار البيضاء بالضبط للمقر ديالهم، وفي الحين كيبداو التحقيق معاه. المحققين اللي شدوا القضيه كيقولوا ان حميده واحد الشخص اللي غريب نوعا ما، ملي دخل لقاعه الاستجواب ما دار حتى ردت فعل، ما حاولش انه يدير راسو ما عارف والو، وعلاش شديتوني يا الشاف وانا ما داير والو، ما كاين حتى شي حاجه من هاد الشيء. السيد جالس مكالمي كان شيئا لم يكن، وقبل حتى ما يفتحوه باي سؤال هو اللي بدا الكلام وقال: كنت حاس انكم غادي تشدوني، وكنت عارف ان ولد عزيز قدر انه يشوفني، واخا انا حاولت نجري بجهدي كامل، لكن باش تعرفوا الدوار فين كابر هادشي اللي ما دخلش لدماغي. سكت شويه وطلب منهم يجيبوا ليه كارو، مع انه ما مبليش به بالمره، ولكن حس ان عقله تبلوكا ومحتاج ليه بزاف باش يقدر يتناقش معاهم ويعاود ليهم داكشي بلي ديتاي، بحيث راه السيد راه ما عندوش قضيه وحده وصافي، راه ثلاثه ديال القضايا وكلهم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد. المهم البوليس جابوا ليه كارو كماه، ومن بعدها بداو التحقيق معاه وبكل سهوله عاود ليهم جميع التفاصيل. كيقول ان الاسم الحقيقي ديالو هو حمد، ولكن من صغره كلشي كيعيط عليه حميده، لا من عائلته ولا من الجيران، كلشي حتى تعود على هذا الاسم ونسى سميته الحقيقيه. كبر بين والديه وخوته عادي فحال المغاربه كاملين، ما طباه هو في العمر ديالو 19 عام وبقى هو الكبير ديال خوته، ولكن ما كانش شي راجل نيت اللي تقد تعول عليه. اختو اللي صغر منه بعامين هي اللي كانت كتخدم في الوزينات وكتصرف عليهم، وهو بيديه كان كياخذ من عندها التدويره. وبالرغم من هذا الشيء امه ما مره ما زوج طلبات منه يتزوج ويدير دار وليدات، لكن هو ما كانش باغي، عيات ما تنعت ليه في بنات الدوار وتشكر ليه في هادي وفي هاديك، لكن هو دائما ما كان كيرفض، راسو ما قدرش يهزو بقى ليه غير الدار والولاد، وبصراحه دار خير في راسو في هاديك بنت الناس اللي كانت غتبلى به. المهم مع دار ديك 30 عام بلا خدمه بلا زواج بلا مستقبل، قرر انه يجي للمدينه على وعسى يخدم ويصوفي راسو موالي الدار، لكن مع الاسف مع كيجي للدار البيضاء ما كيستقر في حتى شي خدمه، مرات تلقاه خدام مع شي نجار، مرات كيبيع ويشري،
ها هو كيهز في الثقل في السواقات، وعاد فوق هادشي ما كانوش كيخلصوه مزيان بحكم انه ما عندوش شي صنعه تحت يديه، يعني كان غير كيعاونهم يمكن ليهم يتسخر وصافي. المهم دوز تقريبا مده 3 سنين على هاد الحال، حتى كطيح على باله فكره انه يخدم مع راسو بوحدو كرباج. وطبعا هادشي بسبب انه كان شاف شي ناس خدامين على هاد الشكل وسولهم وعرف منهم فين كتباع ديك الخردة اللي كيجمعوها، وشنو الحاجة اللي يقدر يجمعها ويعاود فيها بيع، وشنو الحاجة اللي ما كتباعش، وتوكل على الله وبدأ الخدمة. كان كيجمع المسامر والحديد ويعاود فيهم البيع بثمن رمزي للكيلو الواحد، وحتى من الخبز للكرمة كان كيعاود فيها البيع. ودازت مدة طويلة وهو خدام على هاد الحال، داكشي اللي كيجمعو كيعيش به غير هو، يعني ما كان لا كيتفكر عائلته بشي فرانك ولا والو، واصلا ما كانتش كتجيه شي خلصه النيت اللي يعيش منها هو ويشيط منها لعائلته. داكشي حدو قدو يالله مكافي مع الزمان. كيقول انه من مده بدا كيطيح، وطبعا هو كيربط هادشي بعالم الجن، وكيزيد كيقول انه ولا كيعجبو الدم بزاف، كيعجبو يشوفو كيتمتع بهذاك المنظر. دوز مدة وهو غير كيخمم في هادشي، والرغبة في أنه يشوف الدم ولات قوية. احتفق واحد الصباح ولقى راسو غادي للسوق وشرى واحد الموس متوسط الحجم، ومع أنه كان ماضي بحكم أنه كان باقي جديد، ولكن هو مشى لعند أقرب جزار وعطاه الموس وطلب منه يطحنوا ليه مزيان. والغد ليه كيفيق مع جوايه الخمسة ديال الصباح كيف العادة، كيهز القفان اللي كيجمع فيها الخردة وكيلبس عليه حوايجه وكيدير في يديه ليقات، وطبعا كيخبي الموس وسط الخنشة وكيخرج يقلب على أول ضحية ليه. وطبعا ما كيتلاقى غير بعبد جليل اللي كيخدم نفس خدمته، واللي طبعا كان كيعرفه من قبل، ماشي شي معرفة اللي قريبة ولكن غير من بعيد. توخر حميدة مورا الضحية وبدا كيتأكد أنه ما كاين حد دايز من هذيك الحومة أو كيطلل عليهم. قرب لناحيته بالحس على يدو بجهده كامل ونزل على السيد ضربة وحدة لعنقه، كان طاح السيد في الأرض جثة هامدة. ومن بعدها هرب من مسرح الجريمة بلا ما يخلي وراه حتى شي دليل، ومع ذلك كان خايف بزاف وما مشاش لدارو، وبات شي يومين فحال هكاك برا الدار غير في الشارع حتى تأكد أنه في أمان وحتى شي واحد ما عاقبه أو جاك يقلب عليه، عاد باش يرجع لدارو ولخدمته. كيقول أنه ما بينه وبين عبد الجليل حتى شي مشكل، وإنما فاش قتلو حس بواحد اللذة كبيرة وارتاح نفسياً. ومن بعد ما دازت 5 شهور فحال هكاك عاوتاني بدا كيحس بنفس الشعور، خاصو يشوف الدم في اسرع وقت ممكن، وبما انه اول مره مرت مرور الكرام فهادشي شجعو باش يعاودها مره اخرى، وطبعا مع شخص ما عنده معاه حتى مشاكل كالعاده، فقط لان الصدفه جمعتهم بجوج في هذيك الوقيته من الفجر. الضحيه الثاني الحاج اللي كان ناوي غير يمشي يصلي الفجر، حتى هو تخلص منه في نفس الطريقه، حتى تأكد أنه ما كاين حد معهم في الحومة أعدى باش ضربوا بجهده كامل لعنقه من اللور. ما كانش الهدف ديالو السرقة أصلا، فاش كانوا كيطيحوا الأرض ما كانش كيقرب لجهتهم بالمرة، مباشرة من بعدها كيغبر وكيبقى مدة مخبي حتى كتهدى الأمور، وكيتأكد أن حتى شي واحد ما ذكر اسمه أو شك فيه، أعدى باش كيبان بصورة عادية بين الجيران من جديد. أما بالنسبة للضحية الثالث والأخير فقال أنه ما كانش قادر يزيد يصبر كتر من شهر، ولا كيحس براسه مقطوع وخاصه في أقرب وقت ينفذ شي جريمة ويطيح شي روح ويشوف الدم عادة باش يحس براسه مزيان. المهم كيقول أنه في هذاك الصباح ما كانش عارف أن ولده يالله دخل للدار وباقي فايق، كان كيسحب ليه السيد بوحده، وطبعا كالعادة غفل عزيز اللي كان كيستف البيض في الكروسة غفله من اللور بضربة واحدة جهة العنق بأعلى جهد عنده، وهنا السيد في البلاصة طاح على وقفته في الأرض. يالله جاي يدور راسه في الحومة يتأكد واش شافو شي حد، حتى كيسمع شي خطوات من داخل الدار وولد السي عزيز كيعيط عليه. هنا تدارك الموقف وجرى جرية وحدة حتى لدارو، كان حاس أن ولد عزيز غادي يكون شافو، داكشي علاش غير ارتاح ليه شي شوية دار داك الموس في واحد البلاستيكة كحلة وخرج قاصد المقبرة اللي حدا الكريان، دفن الموس ورجع في حالته للدار، هز شي فلوس كانوا عنده تما ومباشرة غادي توجه للدوار اللي كبر فيه. كان متيقن أنه حتى شي واحد ما غادي يلقاه تما بحكم أنه ما عمره ما عاود لشي حد فين ساكن، لكن هو نسى أنه نهار اللي بغى يكري البيت من عند مولاه هاد الأخير سولو منين جاي ومنين أصله، وهو جاوبه من دوار لوزازنا، وطبعا السيد بقى عاقل عليها
وبسبب هاد الغلطة غادي تم اكتشاف واحد من أخطر القتلة المتسلسلين اللي دازوا في المغرب، واللي سبب القتل ديالهم غريب ديال بصح، سبب اللي ما كيدخلش العقل، واللي أصلا المحكمة ما غاديش تاخده بمحمل جد. المهم داروا الخبرة لدوك الليقات ولقاو فيهم أثار ديال الدم كارم قديم، واللي باين غادي يكون ديال أحد الضحايا الثلاثة. سولوه البوليس علاش كان كيدير الليقات في يديه، قال ان خدمته صعيبه، راه كيقيل نهار كامل وهو كينبش في المزبلات اعزكم الله، داكشي علاش شرا دوك الليقات من البال ولا كيلبسهم بشكل يومي، يعني ما كانش الهدف ديالو اخفاء البصمات، هو اصلا عقله محدود وما كانش عارف شي حاجه على البصمات او على الجريمه الكامله. المسطره القانونيه خدات مجراها الطبيعي، وبذلك غادي يتم الحكم عليه سنه 1999 بالاعدام مع وقف التنفيذ. حتى لهنا الاحداث اللي عندي في هذه القضيه تسالاو، دعوا مع الضحايا بالرحمه والمغفره، والله يجعل مثواهم الجنه، حقهم عند الله، ماتوا ابرياء، ما داروا لا بيديهم ولا برجليهم. السؤال اللي كيطرح نفسه هنا، واش فعلا يقدر يكون الجن هو اللي دار هذا الشيء كله؟ يعني حميده ما عنده حتى علاقه بهذه الجرائم اللي وقعوا، واخا بصراحه كيبان هذا الشيء ماشي واقعي بالمره، شي حاجه اللي ما كيتقبلهاش العقل. خليوا لي الراي ديالكم على هذه القضيه في التعليقات، راني كنقراهم كاملين تعليق بتعليق. وما بقى لي غير نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واذا كان كيعجبكم بحال هذا المحتوى اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس، واذا كنتوا كتشوفوني من الفيسبوك عملوا متابعه باش يوصلكم اي جديد حطيناه باذن الله، وشكرا.